هو اللقاء الذي يجمع المنتخب الأسترالي المتأهل لمونديال كأس العالم عن قارة آسيا وضيف المنتخب التشيكي منتخب جمهورية التشيك. مباراة ضيف ملعب سانت بولتن في النمسا، وتشكيل لعب عند اللاعب جوزيف وشباور 14 مباراة دولية، هدف دولي في شباك فنلندا، كرة سريعة تمر إلى ماثيو ريان، ثالثة استطاعت أن تفوز على العراق. هذه هجمة خطيرة مقطوعة من الدفاع وطالت على اللاعب جان كوبيك. هذا هو جان كوبيك اللاعب فيكتوريا بالزن، 12 مباراة دولية، ثلاثة أهداف دولية. تنقطع الكرة من تيرنت سانسبوري اللي يلعب مباراة رقم 34 دوليا أمس عن قارة آسيا، وتشارك في هذا الموسم وفي هذه النسخة في بطولة من هوش باور. عرضية ملعوبة من داريدا بالرأس، مر الملعب من داريدا، برا الملعب من فلاديمير داريدا. أهدر ركلة جزاء أمام المنتخب الصيني، جانب إلى نوفاك، نوفاك ممكن يحول تحويلة ولكن كرة قصيرة وترتد. مرة أخرى بوريل، مرة أخرى عالية وكرة مرت سريعة برا الملعب إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لصالح منتخب استراليا. طالت على اللاعب مايكل كريمنسيك لاعب دوغلا براف، 13 مباراة دولية، 7 أهداف. كرة ملعوبة ترتد من روتشيك، يلعب الكرة إلى ريسيدون والكرة ملعوبة، وهدف أول للمنتخب الأسترالي، هدف أول للمنتخب الأسترالي. كرة ماثيو ليغان، ماثيو ليكي يسجل هدف الدول السابع في 52 مباراة دولية، ماثيو ليكي يسجل الهدف السابع الدولي في 52 مباراة دولية وأول أهداف المباراة بالدقيقة 32 من عمر اللقاء. بالدقيقة 32 ماثيو ليكي يسجل أول أهداف، يبحث عن زميل يلعب الكرة حلوة لاكروس، تعود مرة أخرى وتسديدة إلى حارس المرمى توماس كوبيك. توماس كوبيك لاعب نادي رين الفرنسي وحارس مرمى رين. موي موي ممكن يسدد، يسدد من بعيد وحارس المرمى ريتا، وكرة كرة في وضع تسلل اللاعب أندريو نابوت، أندريو نابوت في وضع تسلل اللاعب أوروا ريل، وكرة إلى ركلة حرة غير مباشرة لصالح منتخب جمهورية التشيك. شوف أخرى، عرضية عالية بالرأس تبعد من المدافع ريسيدون والكرة إلى خارج الملعب، طالت على نوفاك. شوف هذا هو نوفاك المنتخب جمهورية التشيك، ملعوبة من داريدا بالرأس، ملعوبة الكرة خلفية رأسية سهلة لماثيو ريان حارس المرمى، وملعوبة الكرة إلى مايكل كريمنسيك، كريمنسيك يلعب الكرة بينية ولكن ترتد من سانسبوري إلى ركني. هذا هو سانس هوش باور، سريعة ملعوبة. شوف لعب مكشوف، أصبح الاعتماد على الكرات الطويلة من باتريك شيك، سريع الكرة إلى داريدا، داريدا يحاول يخطف كرة، داريدا خطيرة ويبعدها المدافع جوش ريسيدون. خطأ قاتل من ميليغان، ركلة مرمى، حكم المباراة يشير إلى نهاية أحداث شوط المباراة الأول. شوط المباراة الأول انتهى بتقدم المنتخب الأسترالي بهدف وحيد. سيد نوفاك قصيرة، كرة عند اللاعب نابوت، نابوت يسدد، جول جول أندريو نابوت، أندريو نابوت اللاعب اللي يلعب مباراة الدولية الثالثة يسجل أول هدف دولي، أول هدف دولي إليه، والهدف الثاني بالدقيقة 53 من عمر المباراة. نابوت يسجل الهدف الثاني بالدقيقة 52 من عمر المباراة وأول هدف دولي نهائي، يسجل الهدف السابع الدولي. كرة خطيرة تمر لحارس المرمى توماس كوبيك. كروس، 5 أهداف دولية في شباك أوزبكستان، ويلز، الأردن، عمان، سوريا. كوبيانكتو، داريدا سدد من بعيد، كرة إلى خارج ملعب لركلة مرمى. جوزيف هوش باور، هوش باور يلعب كرة سريعة بينية ياكوب وإلى برا الملعب إلى ركلة مرمى للمنتخب. داريدا، بوريل مرة أخرى، بوريل يلعب الكرة بالرأس والكرة ترتد عن بوريل، بوريل يلعب الكرة بالرأس ياكوب يانكتو، تسلل هذا واضح، ركلة حرة غير مباشرة لمنتخب استراليا. حققوا في مشاركتهم كرة ملعوبة عند اللاعب ماكلارين، وماكلارين إلى خارج الملعب. كان الثالث مجموعته
في مونديال البرازيل 2014، خرجت أيضا من الدور الأول، فخسرت من شيلي 1-3، من هولندا 2-3، ومن والهزيمة التعادل 3 مرات والهزيمة 8 مباريات. كرة خطيرة الآن ملعوبة، والهدف الثالث، الهدف الثالث لصالح المنتخب الياباني عن طريق اللاعب ماثيو ليكي. ماثيو ليكي سجل في شباك كندا، بنغلاديش، اليونان، العراق، الإمارات، تايلاند، ويسجل اليوم هدف الدولي 8 في شباك التشيك، اللي هدف الشخص الثاني بالدقيقة 72 من عمر المباراة. ملاحظة غريبة، يعني المنتخب الأسترالي لم يسجل إلا بالدقيقة 32 52 72. ماثيو ليكي سجل، لعب لشتوتغارت الثاني، هدفين في الدوري الياباني. كرة خطيرة ضاعت برا الملعب على اللاعب فيليب نوفاك. فيليب نوفاك الظهير الأيسر المندفع، لاعب طرابزون. كرة ملعوبة، وهدف رابع، هدف رابع. ماثيو ليكي يسجل الهاتريك، ماثيو ليكي يسجل الهاتريك، أو اللاعب ميلوس ديجينيك. ميلوس ديجينيك يسجل أول هدف دولي إله. ميلوس ديجينيك البديل، ميلوس ديجينيك يسجل أول هدف دولي إله بالدقيقة 80 من عمر المباراة. هذه المرة سبقونا